ذهبت اولا بدي مسيك مارسيل وطبعا مسي كل المشاهدين والناس اللي عم تسمع، وانا رح بكون لي حكي خاص بالرغم من انه اشهر بالموضوعيه اللي يشهد لي فيها المعارضه. صحيح. وبدي انطلق من هذه المساله بالنسبه للجيش وردا على السؤال. يا ريت الجيش ما كان دخل بالصوره. الجيش صور على اساس انه وقف على الحياد، بس انا ما شفته ابدا وقف على الحياد. واليوم كثير بدنا نحكي هيدي الموضوعيه، انك تقول شو صار. انا وقتها بشوف انه نحن عم نتهجر من مبنى المستقبل يلي نحن كلنا كل شيء عم نعمل فيه انه عم ننقل صوتنا، وهن موافقين انه نحن اللي عم ننقل الحدث وما عم نعمل شيء ثاني غير انه نعلي الصوت يلي الله خلقه لسبب كثير حكيم غير ملموس لما تلقطوا ايده وتخنقوا. جبرونا نطلع من المستقبل هن وعم يتفرجوا علينا. قبل بساعتين كان الجيش موجود، وانا كمان كنت موجوده، كان في كمان عماد عاصي موجود، كانوا عم بيقولوا لنا خلينا نحن اليوم نوقف هون احسن ما يفوتوا عليكم، نحن منأمن المركز. وثقنا بالجيش انه يأمن المركز. بعد اكثر من ساعتين او ثلاثه او اربعه، لانه الوقت ما بقى نقدر نحسبه، نحن هلا عايشين بفتره ضياع، وقف عنا الزمن لنا كلنا. رجع العقيد وشفته عم يحكي معه لحسين انه او بتوقفوا البث او بينحرق المبنى او بفوتوا عليه وبعيثوا خرابا. كان عم ببلغ يا ريتهم ما اجوا، لانه هالذكرى رح بتضل بقلبنا، كنا عن جد افتكرناهم على الحياد. الحياد انه يكون في مواجهه بين خصمين، ما كان في مواجهه اصلا لحتى يوقفوا برا، كان في طرف معتدي وطرف اخر عم يتفرج، اثنيناتهم كانوا سوا بنفس الميله ونحن كنا بالميله الثانيه، هيدا بالنسبه للجيش. اكيد موتره كثير، بدي اقول لك شغله، انا قلت 48 ساعه ماني نايمه، انا كنت بالمستقبل كل الوقت، كنا عم نجرب نطلع بمواجز نكرر فيها الالم، بس بنفس الوقت ما بدنا نستسلم، لانه هيدا كثير رساله بدها توصل لكل الناس. هلا خليني انا احكي مني للمعارضه يلي كانوا ضيوفي، للي مثلت صوتهم على مدى سنه ونص، سنه ونص حملت الموضوعيه بامانه وبتقل وبكتير وجع وبكتير انتقاد من كتير من الناس، من اهلي من اهل بيتي، انا حملت الوجع لحتى امثل صوت كل لبنان. خليني اقول لهم، الصوت ما بينخنق، الصوت ما بيتوقف، ما بتلقطوا ايد طاغي، ما بيسكت هيدا الصوت، وهيدا الصوت بدكم تشوفوا انه ما رح يسكت. انا بدي اقول لكم شغله، هيدا الصوت اللي انا مثلت لكم اياه سنه ونص، طرحت اسئلتكم لمثل صوت كل واحد قاعد بالضاحية بجنوب ببعلبك بالمعارضة بالتيار الوطني الحر بتيار المردة، مين اليوم طلع يحكي بصوتنا نحنا؟ أنا بدي أسأل، صوتي أنا مين بمثله وقت مثلت أصواتكم كلكم؟ صوتي أنا، صوت الناس اللي ببيروت، صوت الناس اللي فات على بيوتها، صوت الناس اللي قالت أشهد أن لا إله إلا الله وكنتوا أنتم مقنعين، مقنعين بشوارع بيروت. ليه؟ الإنسان وقتها بيكون فخور باللي عم يعمله ما بيلبس قناع، وبدي صرخ اكثر وصوتنا ما رح يوقف وخليهم يعرفوها. هاي الموضوعيه، الموضوعيه انك وقتها بتشوف الظلم ما تسكت، هيدي هي الموضوعيه. وقتها حسيتكم انه بمحل وحده لبنان مهدده، وقفت طرحت اسئلتكم بكل جرأة، صوتي مين بيمثله؟ صوت بيروت مين بيمثله؟ قولوا لي، طردوها على حالكم. انا هلا ما بدي احكي مع الاحزاب، انا بدي احكي مع الناس اللي مثلت صوتها. طردوا انه اهل بيروت يلي فتحوا لكم بيوتهم بالاجتياح، يلي فتحوا لكم بيوتكم بالعدوان تموز، قعدوا حطوكم بقلوبهم. كنا نسمي الشهداء اسم اسم، بمرم خايل سميت الشهداء اسم اسم ودمعت عيني على الهوى وطلعت من قلب محروق. شهدائنا اللي نزلوا اليوم سميتوهم اسم اسم؟ ردوا علي، حدا فيكم بيعرف اسمائهم لهول اللي نزلوا؟ دمهم هول لمين؟ انا الموضوعيه وبدي احكيكم، وبكل اسف ندمتوني على الموضوعيه. انا شعرت اني ضحيه الموضوعيه وقتها دافعت عنكم سنه ونص، سنه ونص في ضميري دافع عنا وعم تكموا لنا صوت الله خلقه ما بينلمس. سالتوا حالكم ليه؟ انتوا عم تتحدوا اراده الله. بكل جسم الانسان شيئان فقط لا يلمسان، الروح والصوت، وهذا لحكمه من حكم الله. هل فعلا فكرتم فيما تفعلون؟ انتم ما خرجتوا بس عن القانون، خرجتوا من قلوب الناس، خرجتوا من قلوب عن جد حبتكم. وضل زعمائكم السياسيين يقولوا لكم نحن بنكرهكم، لا، اليوم انتم خليتوا الناس اللي مثلي وكتار نحن بالمستقبل هيك. هيدا الصوت اللي انتم رحتوا تكسروا له مكاتبه، اللي طبخت لكم الاكل بمحبه بعدوان تموز ورميتوه على الارض، هل حقد علينا ليه؟ انا ما عم بفهم. انا انسانه مؤمنة بالله ولكن لا أؤمن بالطوائف، فيأتوا في العصب الطائفي، انظروا إلى ضحاياكم غير اللي
عم تعملوه، ضحية ورا ضحية، الناس اللي بتبني البلد عم تسقطوهم ضحايا، صوتكم لحاله ما بيودي، ولا صوتنا لحاله بيودي، بس وقتها بيكون في ظلم صوتنا عم بيودي، وكل واحد عم يسمع عم يعرف تمام أنا شو عم بحكي، وما رح نسكت، وأنا بالرغم من إنه أخذوا قرار إنه يطلعوا من المستقبل، قلت لهم خلينا ويفوتوا علينا، وخلي الناس منفتح الكاميرات ومنوقف، خليهم العالم تشوف شو عم يعملوا فينا نحن، مين؟ نحن وياكم واحد، كلنا كسرتوا هالصورة عندي، كيف بتصلحوها؟ يعني ما بعرف بعد كلام سحر اللي كنا نتابعها يعني إلى منتصف الليل لسحر، ومثل ما قالت سحر هذه الموضوعية اللي تحلت فيها سحر كلنا سوا كنا معجبين فيها وبجرأتها وبصراحتها وبتحضيرها لملفاتها وبتنوعها بنقل الآراء كل آراء المسؤولين في لبنان وفي العالم العربي. يعني ما بعرف شو فينا نزيد.